وعسى إن شاء الله، عسى إنه ربنا يفتح علينا يتحسن الوضع. ندعو الله إنه يتحسن الوضع، وإذا تحسن الوضع دقيقتين ثلاثة أو دقيقة خبروني، أنا بكيف إذا إنه الوضع تحسن. طيب، job withdrawal، الانسحاب من الوظيفة، الانسحاب من الوظيفة بيحدث كثير من الأحيان إنه أنت بتنسحب من الوظيفة. أوكي، unfortunately voluntarily turnover اللي هو ترك العمل بشكل اختياري is just one way that employees withdraw. يعني أحد المعالم الانسحاب من وظيفة، أحدها فقط، هو إنك تترك العمل بشكل اختياري. لكن في معالم أخرى لها، withdrawal in general means separating oneself from one's current situation. إنه الإنسان بشكل عام يفصل نفسه من situation الحالي. It is a means of escape, الهروب, for someone who is dissatisfied or fearful. Someone would escape. Escape might be physically, might be mentally escape, or might be in different ways. At work, with job withdrawal has been defined as actions. يعني ممكن يكون withdrawal from work وممكن يكون at work. إذن job withdrawal can be out of work, leaving work at all. It can be also out at work while you are working. At work, في السطر الثالث اللي highlighted, job withdrawal has been defined as actions intended to place physical or psychological distance between employees and their work environments. إنك تعمل سد، حاجز، okay, physical أو psychological بينك وبين بيئة العمل. أوكي، في بعض الناس تجد بأنه داخل العمل بلشان الفيسبوك، انستغرام، والواتساب، طول نهاره بلشان في هاي الأشياء على حساب العمل تبعه. يعني أنا شخصيا واجهت أحد الموظفات مرة، كان في دورة تدريبية وكان كنت مشرف على العملية، وكان عندنا متدربين بتدربوا، وهاي المشرفة هي مشرفة كمبيوتر، يعني she has to help these people in managing their computers حتى تمشي الدورة. عندها مكتب صغير قاعدة فيه، طبعا مش لازم تقعد في المكتب، لازم تيجي تساعد المتدربين انه يفتح، كل واحد يفتح جهازه، كل واحد كذا، كل واحد كذا. اختنا العزيزة قاعدة في مكتبها وايش ماسكة الموبايل وشغالة على الواتساب، على الانستغرام، تتنقل. يعني اليوم الواحد بيتنقل بين انواع مختلفة من السوشيال ميديا على هالموبايل تبعه. اوكي، فأنا ناديت عليها، قلت لها يا أختي لو سمحتي، أنت بدك تساعدي الشباب، وأنا كل واحد برفع يده بده مساعدة في الكمبيوتر تبعه. طيب، إجت والله وساعدت، وما في لمح البصر إلا هي راجعة وجالسة في مكتبها الصغير في الكوخ تبعها، وبرضو نفس الطريقة. طيب أنت في هذه الحالة شو بدك تعمل؟ في هذه الحالة بدك أنت، يعني الأسلوب الجيد والكويس ما بزبط كثير مرات مع الناس، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة ما بزبط، بدك تكون أنت نوع من التفنس. فقلت لها يا أختي أنت موظفة عندنا ولا وين؟ قالت إيش دكتور؟ قلت لها أنت موظفة وين؟ عندنا ولا بأي مكان موظفة؟ قالت لي أنا آسف دكتور. طيب بتروحي لو سمحتي وبتظلي واقفة فوق رؤوس الناس، في عندك 30 متدرب،
وقفي فوق رؤوسهم وكل واحد بده مساعدة بتساعديها لو سمحتي تفضلي. فأحيانا this approach is necessary sometimes. إحنا جبنا هاي القصة على أساس إيش؟ ال job withdrawal. Some people they are withdrawn from the job, يعني منسحبين منفصلين عن واقع العمل حتى هو في العمل. وكيف بأخذ فلوسهم هذول وراتبهم؟ ما بعرفش بأي حق أنت بتأخذ راتبك وبتقاضي راتب وإلى آخره في العمل وما بتقوم بحق الوظيفة اللي بتقوم فيها. أوكي. فإذا job withdrawal could be psychologically even. ممكن واحد أنه عنده اكتئاب، عنده حالات نفسية أخرى، يعني كثير من أنواع. لكن بشكل عام job withdrawal could be from work, voluntary turnover, or could be at work. Voluntary turnover خلاص عرفنا هذا الشخص قدم استقالة وروع داره، عرفنا فهمنا. لكن المصيبة والmore difficult job withdrawal at work. Actions intended to place yourself physically or psychologically at distance or create a psychological or physical distance between you and the work environment. Okay? Playing with other, talking with other, socializing with others at the expense of work, also in the job withdrawal. نسمع منكم الآن كم نسبة التقطيع؟ 100%، 90%؟ ما في تقطيع تمام دكتور. يعيش 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 محمود. طيب ننتقل إلى هاي الفقرة اللي هي إيش قدامكم مكتوب. employee كمل لي. employee life cycle career management. بس سطرين هذولا بس بدنا نشرحهم شوي صغيرة. an employee's tenure. كلمة تنيور مين يقول لي شو معناها؟ أي حد تاني؟ كم نعرف كلمة تنيور؟ T-E-N-U-R-E لا تنسوها، هي الوظيفة التثبيت في الوظيفة، يعني وظيفتك اللي أنت بتشتغل فيها حتى تتقاعد، هاي بسموها تنيور. ومعنى أوضح تنيور، احنا في الجامعة مثلا متى نوصل التنيور اللي هو التثبيت في العمل، التثبيت البقاء في العمل، الاستمرارية في العمل، خلاص هاي الوظيفة انا ثابت فيها. يعني الدكتور لما يخلص دكتوراه مثلا او يتعين يكون بعقد مثلا يتعين بالجامعة، اول شيء ما بيكون عنده تنيور. متى بصير عنده تنيور اللي هو التثبيت؟ بعد سنة او سنتين، او بعد ما يقدم بحثين ثلاثة ويمشي يمضي عليه سنة سنتين. وفي المرحلة ما قبل التنيور بتكون مرحلة شكلها زي تجريبية، بعقد انت مش تنيور، ما بصدق وانت خالص من العقد، بصير بدل العقد الكونتراكت بصير انت في الخدمة الدائمة. اذا التنيور هي الخدمة الدائمة المستمرة حتى التقاعد. طبعا هاي بتمر في لايف سايكل. اوكي، سو ان امبلويز تنيور، فهمنا شو معنى كلمة تنيور. وذا فيرم تنج to follow a life cycle. بقاء الموظف وتثبيته في العمل وانتقاله من العقد إلى الخدمة الدائمة، تينيور خدمة دائمة في العمل، بتمر في life cycle. From employment interview to the first job, promotion, transfer and perhaps retirement. Okay. بتمر في هذه المراحل. ف اللايف سايكل للكارير زي اللايف سايكل للبني آدم. انت عندك لايف سايكل برضو، اذا في حد بيحكي صوته بقطع عندي كمان. لايف سايكل زي البني آدم، ايش البني آدم لايف سايكل عنده؟ بنولد وبيكبر، بضل يكبر 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 يكبر، وبعدين ايش بصير؟ في الماتوريتي، وبعدين بصير في الديكلاين، وبعدين بيموت. هيك ربنا سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ان خلق الناس و
يعيش فيها بالحياة 70-80، عمر أمتي بين 60 و70، فبعيشوا هذه الحياة وبعدين بنتقلوا إلى الآخرة. أوكي؟ فأي شيء في هذه الدنيا ينطبق عليه life cycle، حتى الأمم في life cycle فيها. أوكي؟ حتى الشعوب في عندها life cycle، حتى الطوط يعني الشركات في life cycle، حتى البرودكت فيها life cycle، يقول لك product life cycle إلى آخره. صوتك راح دكتور، راح أسرج. طيب فالكارير فاللايف سايكل، الكارير لايف سايكل هي تطورية، يعني you start the career you start growing just like growing as a human being. Your career start also growing. Your career start growing, growing, growing until you reach the peak, the top, the maturity. And then you start, the career start regressing or declining. And then it ends up with the process of retirement or leaving the organization. So the message is that employees should make the most out of this career cycle. They should make it like an investment. Try to make their life at work the effective, efficient, productive, and also satisfaction is very important. Happiness is very important, and being engaged and interesting and happy at work is very also very important. دكتور تفضل. بس سؤال، انت بين الجوب والرول عند الامبلوي لايف سايكل في تقريبا 7 صفحات شفقت عنها. بالله عليك سؤالك. سؤالي بين الجوب والرول اول ما بلشت لحديت الامبلوي لايف سايكل في تقريبا 7 صفحات شفقت عنها، بدك اياهم هذول السبعه ولا كيف؟ لا لا، بس السوالف اللي سولفنا هنا بس هذا اللي بدك اياه من كل المادة. وكله مسجل، انا يعني بيني وبينك التسجيل. خلاص تمام. بيني وبينك الفيديو، لذلك الفيديوهات مهمه جدا جدا. انا شخصيا لما باجي مرات بدي كذا برجع للفيديو، اي شيء مرجعتنا الفيديو صار. اوكي تمام، شكرا دكتور. عفوا. نرجع لا او ننزل مباشره لبعض النقاط اللي هي بسيطه جدا ظلتنا، اللي ترانسفير الاساينمنت تو سيميلر بوزيشنز ان اذر بارتس اوف ذا فيلد، الانتقال لاماكن او وحدات او اقسام مختلفه من المشاهد. مستمعين؟ نعم مستمعين، صوتك كثير بقطع. بقول ترانسفيرز هي الانتقال من مكان إلى آخر داخل الشركة، يعني هي assignments، تعرف assignment التوظيف أو وضع موظف في أماكن، تغيير مكانه في العمل من مكان إلى آخر، هذا اسمه ترانسفير. يعني إذا تتغير من فرع في بنك في إربد إلى عمان اسمه ترانسفير. نعم، نتحدث إلى الهوامش الهامش هذا بحيله هو low system resources may affect your audio quality. Try closing some applications to improve performance. طيب شوف إذا في applications شغالة ثانية، خلينا نطفيها. دكتور جزء المشكلة كان من النت، أنا صار عندي طالع من المحاضرة 3 مرات، النت بيختفي. النت مشكلة بالنت؟ ها بجوز أنا عندي صار طالع من المحاضرة 3 مرات والله، لأنه النت ظل يقطع مش مضبوط. النت بكون عندك ولا دكتور عادي؟ ممكن عادي، ممكن عندك دكتور، ممكن عندي. ها عادي، مش مشكلة يعني. طيب شو بدنا نعمل؟
لا بس هي رجع تمام هيك دكتور. طيب ان شاء الله انه يرجع تمام. النقطة اللي بعديها اللي هي ديسمسل على اليسار، مين يقرأ لي اياها حتى نتواصل مع بعض؟ اقرأ لي الهامش هذا تبع ديسمسل. Involuntary discrimination of an employee's employment with the firm. طيب مين بحب يشرح لي اياها شو المقصود فيها؟ مين؟ وينك يا تسنين؟ حطي unmute لحالك واشرحي لي اياها. اهلا دكتور. لسه صراحة مش كتير صورة واضحة عندي، بس هي بيكون إشي قسري مش تطوعي. إيش مش كتير عندك؟ إيش مش كتير عندك؟ لسه النقطة واضحة يعني مش كتير فهمتها. مش واضحة النقطة. قرأي لي إياها وحاولي ترجمي لي إياها. Okay. Dismissal, involuntary termination of an employee's employment with the firm. ممكن هو توقيف قسري من للموظفين في الشركة نفسها لتوظيفهم. بالضبط. يعني dismiss من dismiss جاية. When I dismiss you from the class, I tell you to leave the class, for example. غير طوعي يعني دكتور. لما نقول يعني لا هي مش voluntary، هي voluntary. Involuntary ترى من الشركة أو من الإدارة. يعني بيقولوا له مع السلامة. It's like termination. It's like termination. هذا المقصود فيها. اوكي. Next. Termination interview. Termination interview, the interview in which an employee is informed of the fact that he or she has been dismissed. Okay. يعني هي مقابلة زي ما حكينا قبل شوي في dismissal. اللي هو انه خلي الموظف يترك، نقول له مع السلامه قدم استقالتك واحنا مش بحاجه لك. وانا في احيانا بيكون في termination interview، the interview in which an employee is informed of the fact that he or she has been dismissed. And also in this interview we talk about the employee will be allowed to talk about his weaknesses and his strengths and what are the causes for his termination. يعني نعطي مجال لهذا الموظف وبنفتح صدرنا له وبيفتح صدره لنا مشان نقول له مع السلامة، بس احكي لنا عن تجربتك معنا. صح انها تجربة انتهت بانه نقول لك مع السلامة، لكن بدنا يعني تعطينا فكرة عن الأسباب منك انت، شو الأسباب اللي ممكن هاي تكون فيها judgment. يعني ما تكونش مثلا فيها انت الإدارة بيكون عندها نوع من الجاجمنت الدبلوماسية، ممكن تكون وايد، ممكن تكون نارو، ممكن تاخذ 5 minutes، ممكن 10 minutes، ممكن it depends on the job holder and his job. Sometimes you terminate someone who is very important for the organization. You want to talk to him more about why did we dismiss you. ليش احنا قلنا لك باي باي لندن؟ why because of this. ايش رايك بانه احنا تركناك العمل او ما او استغنينا عن خدماتك؟ ايش راح تتصرف بعدين؟ ايش عندك خطط مستقبليه؟ اوكي. فالاورجنايزيشن المفروض تكون يعني زي الهيومن بينج، في عندها ايضا رحمه وانسانيه حتى بعد التيرمينيشن. النقطة اللي بعديها، وزي ما حكيت لكم التسجيل والفيديو هو الحكم،
exit interviews. أنا بحكي لكم عن نقاط، في نقاط كثير مهمة لكن بحكي لكم عن أهم النقاط. exit interview على اليسار برضو، إذا حد بحب يقرأ لي إياها، واحد يقرأ لي exit interview حتى نتواصل مع بعض نشوف كيف أنتوا بتسمعوني بسمعكم. اقرأ لي على الهامش anybody، حد يشيل الميوت. أقرأها دكتور. مين أنت؟ زينة. طيب تفضل. تفضل يا زينة. تمام. Exit interviews. Interviews with employees who are leaving the firm conducted for obtaining information about the job or related matters to give the employer insight about the company. Exactly. Very good. Very good. Can you explain it? Or anybody can explain it? هي عبارة عن مقابلات مع الموظفين who are leaving the firm conducted for obtaining information about the job or related matters to give them employer insight about the company. Okay. يعني الناس اللي بيتركوا الشركة هنا مش بس اللي بنقول لهم مع السلامة روحوا الله يسهل عليكم، لا، anybody. يعني في ناس بتقاعدوا، في ناس بيستقيلوا، في ناس يعني سواء كان voluntary تطوعا or involuntary، أي واحد بترك العمل. في بعض الشركات تعمل معهم مقابلات، صح العملية منهكة ومتعبة للHR، لكن في بعض الشركات بتستفيد فائدة كبيرة من المعلومات اللي بيعطيها الموظف اللي بيقول لك goodbye. ليش؟ سبب بسيط، لأنه وهكلية كل واحد ليش؟ ليش هاي المهمة؟ لأن هذا الشخص بيترك يقول خلاص أنا ترك، ما في عنده ما في عنده psychological safety، خلاص مش سهل. They continue what is in their minds without any reservation. راح يقول لك شو في مخه من انتقادات، من تحفظات، بدون أي تحفظ، بدون أي مشكلة. فهذا الشخص مكسب لك، تعمل معاه مقابلة صغيرة وتقول له هات افتح لي الفايلات تاعتك، ليش انت شو صار، كيف انت مع في اخر يوم وفي اخر لحظه تلتقي فيها في هذا العمل، ايش انت تاعتك. هاي اسمها exit interview. اسمها exit لان الموظف ايش بده يطلع من exit، احنا بنطلع من المكان الانتري لما نطلع على المكان، نطلع من exit، ندور على exit. exit يعني طالع من خلاص طلع. lay off توقع على اخر lay off مين رايها نفسر لها؟ اي حد بشكل عشوائي مفهوم شيء. تفضل. التشويش الميكروفون كثير لك دقيقتين وانا طالع شيء. لي اوف قدامك كلمه لي اوف موجوده بالصوت موجوده، بدي حد يشرح لي اياها بس حتى شوف شو معناها او يقراها. بيقدر حد يقراها دكتور؟ دكتور هي انه صاحب العمل يروح الموظفين بسبب انه ما في عمل كثير بالشركه، زي الاستدعاء هاي، يعني زي ما تقول انه مؤقت، يعني بيجي الموظف مؤقت. أيوة. يعني كيف في المدارس بيجي مثلا مدرس احتياط او تجريبي او زي هيك. بالضبط، واكثر شيء بالوقت الحاضر صاير مع كورونا. بالضبط. أيوة. لانه الوضع ما بيسمح 50 موظف يلا لي اوف، بضل نصهم نروح 50 وظل 50. فلي اوف هي ان امبلوي سند ان امبلوير، يعني المدير سندينج امبلويز هوم دو تو لاك اوف ورك، زي ما صار معنا بالضبط في الوقت الحاضر بسبب كورونا للاسف. This is typically a temporary situation. اي اخر واحد ظل كمان يمكن downsizing. هو فعلا مشكله بالانترنت يا شباب للاسف، لانه يعني كل شوي بعطيني ملاحظه انه انترنت كونكشن فيه مشكله فيها. أنا يعني متعاطف معكم في هاي النقطة، صح؟ بس هلا سامعيني؟ دكتور سامعينك. Downsizing the process of reducing usually dramatically the number of people employed by a firm. وهذا كمان في الكورونا إرا، إحنا عندنا زمن الكورونا هسا صاير عملية downsizing. أوكي. بس تعريف downsizing وشرحها بشكل معبر، بأنه downsizing هو مكون من كلمتين down و size،
reducing the size. The size is in people and in structure sometimes. Downsizing بلمس أو بيأثر على the people. Reducing the number of people from 100 to 50 is downsizing. Also reducing the structure. أن في قسم في الجامعة مثلا في restructuring هلا صاير. مثلا بيفكروا بأنه يدمجوا أقسام مع بعضها. هذا اسمه restructuring. وبينطوي عليه أنه في بعض الموظفين بروحوا على الدار. أوكي أو بعض الأشخاص. وممكن لا. يعني ممكن لا. إذن هي process of reducing the number of employees. وأنا بضيف أنه sometimes the number of units, departments, the number of sections inside the organization is reduced. وين وصلنا هون؟ Chapter review. فبدي هلا تودوا لي إيميلات أو ملاحظات في أسماء كل بده يتطوع مشان يعمل presentation مشان نحسب له مشاركة. وعشان إيش أرتب الأسماء بحيث إنه كل محاضرة يكون في two people at least. أوكي بس الوقت محدود for 5 minutes. ودوا لي إيميلات أسماءكم مشان أعمل جدول لل otherwise أنا بعمل جدول من حالي. نشوف في الجدول تبعكم وتبعي كيف تطابقوا. بس اعتبارا من المحاضرة الجاي يوم الأحد راح يكون فيه. وهي عالية بتتبرع أول واحدة صح يا عالية؟ دكتور أنا عامل عن قال لي عالية تحكي بالله يا محمد محمود يلا أوكي دكتور تفضل يا عالية دكتور هلا اللي قدموا برزنتيشن لان احنا كنا على الاسماء من قدم لا لا الاولويه للي ما قدموا الاولويه للي ما قدموا انت قدمتي يا عليا تمام قدمت دكتور طيب لا الاولويه للي ما قدم رجاء اللي قدموا يخليهم للاخير يعني ممكن نحطهم تحت قائمه proactive people لما يقدموا مره ثانيه اوكي فأنا راح أودي لكم إذا ما وصلني منكم أسماء يعني قائمة أو أسماء أنا راح أودي لكم إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بأسماء اللي راح يعمل برزنتيشن وكل واحد شو المادة اللي راح يقدمها شو الديفينيشن أو شو السبجكت وفيري نارو يعني مش وايد سبجكت بس يعني very small topic to talk about دكتور أوكي. أنا عامل هسه مجهز عن إدارة الموارد البشرية في وقت الأزمات إذا بتحب يعني شغلة 5 دقائق 10 دقائق هلا إذا بتحب إذا المرة الجاية ما في مشكلة كمان لا تفضل 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 معطيك 5 دقائق بس 5 دقائق تمام تفضل. بس خليني أفتح بدنا نحكي عن إدارة الموارد البشرية في وقت الأزمات في وضع الكورونا طبعا في اعتمدت الموارد البشرية على أساليب لمواجهة هاي الأزمة منها إنه صار العمل عن بعد هذا حكينا في المحاضرة لما أنت حكيت لنا دكتور إنه شو الوضع راح يصير إذا صار في عنا كورونا وصار إنه العمل عن بعد فهاي هي الأشياء إنه صار فيه نقدر نشتغل عن بعد من البيت تخفيض ساعات العمل تغيير شروط العمل والاجتماعات اللي بتصير عبر تقنية الويب مثل المايكروسوفت والزوم ميتينج وغيرها من التطبيقات الثانية اعتمدنا على أساليب مغايرة لإدارة القوى العاملة بالإضافة إلى النهج اللي يجب على المديرين اتباعه في هاي الأزمة على مستوى طبعاً أول شيء على مستوى المدير الموارد البشرية لكونه هو الشريك الاستراتيجي في العمل فيجب عليه دراسة تحليلية عميقة للواقع الحالي وتقييم جدي للأثار الأزمة على الشركة أو المؤسسة وتقديم المشورة للإدارة العامة وعرض خطة عمل كاملة لتكون واضحة ومتكاملة نعم ثانياً على مدير الموارد البشرية التواصل الدائم مع جميع العاملين بأن يكون مستمعاً متعاطفاً وسريحاً مع العمال وأن يفسر خطوات الإدارة لجميع العاملين عارضاً الصورة الصحيحة للوضع الراهن ومظهراً الحقائق ومطلعاً على أي جديد نعم بالإضافة إلى أنه اتباع إجراءات وقائية سليمة تعزز بيئة العمل من جهة وصحة نفسية لجميع العاملين من جهة أخرى عن طريق تقدير عملهم مكافأتهم وتحفيزهم إشراكهم في العمل الاجتماعي والاهتمام بأحوالهم المالية وصحتهم البدنية كويس تدريب العاملين على ما فرضته الأزمة من تغيرات جذرية في أحوال العمل فالتدريب يجعل العمل أكثر تحضيراً ويرفع مستوى المسؤولية لديه في مواجهة المخاطر
والتدريب المستمر على الحماية الشخصية والاجتماعية يبعد عنه الإصابة بأي عدوى تجعله بعيدا من مكان عمله أو نقلها لمكان سكنه وأفراد عائلته. بالإضافة إلى أنه على المدير الموارد البشرية أن يكون إيجابي، لأنه توفير جو إيجابي في مكان العمل يساهم في بناء علاقات أفضل ويشجع على الإبداع وتعزيز الإنتاجية، ويدعو إلى تشجيع الآخرين وتقديرهم وطمأنتهم، وخاصة إذا كان قائد أو قدوة لهم. ويعطيك العافية دكتور. يعني هذا في ظل الأزمة. أكيد. طيب ظل الأزمة القائمة. منين مصدرك جايب المعلومات هاي؟ والله دكتور مشكل عن الويب وعن النت، فتحت عن أكثر من شغلة فلميتهم هيك عملت. يعني بشكل مختصر إيش؟ بشكل مختصر اللي بدي أحكيه بشكل مختصر إنه كيف نحن نتعامل مع الموظفين، كيف بدنا نراعي أمورهم، كيف بدنا نعمل السيكوريتي البعد الاجتماعي داخل المنظمة، إنه ما أحد ينقل العدوى للثاني. يعني هاي كيف شعر تعامل جامعة اليرموك معك على غرار اللي أنت حكيته؟ لأن نعتبر جامعة اليرموك أو إحنا في الكلية موارد بشرية، وأنت حكيت اللي حكيته، هل في انسجام؟ كيف تعتقد؟ هسه هو الدكتور 100% يعني في انسجام، يعني هن راعوا انه ظرف انه مثلا يكون في بعد بين الطلاب، فعن طريق انه نستخدم الزوم ميتينج، التواصل من قبل الدكاتره مع الطلاب، الجامعه بدات يعني ترسل لنا نشرات اخباريه في الاوضاع اللي بتصير بالبلد، فكثير كويس يعني الجامعه. يعني الجامعه في تواصل بينها وبينك من خلال دكتوره من طريق الايميلات وموقع الجامعه، بتنشر كل يوم عدد الاصابات، عدد المصابين، عدد كويس. اني كويشن يا شباب، انا كويشن لزميلكم محمود ابو راشد، حكى كلام كثير مهم وكويس عن اداره الموارد البشريه. لازم انه احنا في ازمه، وفي الواقع هو في الواقع انه الناس اصبحت تتقارب من بعضها اكثر من اول، وتتراحم اكثر من اول، تتعاطف اكثر من اول، يعني في نوع من الـ من الـ من, الـ من الرحمه، من التواد، من التكافل الاجتماعي، من التعاون بشكل اكبر. تفضل يا عون او تقى، احدكم جاهز؟ اي واحد جاهز؟ دكتور تقى تفضلي، ايش رايك؟ أنا عندي سؤال لزميلنا أبو راشد. تفضل. عندي تعليق، إنه مين قال له إنه دكاترتنا متعاطفين معنا؟ لأنه علي دكاترتي مش متعاطفين معهم. مش هسا أصابعي كلها مش واحد، ففي دكاترة هيك وفي دكاترة هيك، وهذا كل شيء برجع ل يعني. ما هو برضو كمان مش منطق، يعني أنا مثلا عندي 5 دكاترة، دكتورين بس المتعاطفين، خلينا نحكي يعني تقريبا هيك صارت 60% منهم مش متعاطفين. يعني ايش شكل عدم التعاطف يا تقى؟ يعني مثلا دكتور، يعني مثلا طريقه وضعهم للامتحانات باوقات غير مناسبه، المحاضرات برضو يعني ما فيش مرونه في وضع المحاضرات، عادي مثلا يتعدوا على حقوقنا بس احنا مش عادي انه نطلب شيء ثاني، يعني كثير واجهت هاي المشاكل. طب حاولتي تحكي معهم؟ طبعا اغلبهم ما بيردوا على الايميلات، هذا كثير واجهته. لا، خلال الزوم مثلا، خلال المحاضره حاولت ترفع يدك وتحكي معهم كذا؟ طبعا، يعني وكانت الردود عباره عن بهادل والله. هسه هي في طريقتين دكتور، يا اما انها تتكيف مع هذا الوضع، يا اما انها بتحاول تحل هاي المشكله يعني بما يرضي الطرفين بينها وبين الدكتور، فلك حريه الاختيار. طيب، يعني احنا مش ملائكة الا يكون في تجاوزات، ولكن يفترض انه احنا دائما نسمع منكم ونحاول. يعني اليوم في اجتماع مع ممثلين لكم، انا والدكتورة منى والدكتور سيف والدكتور عبد الباسط عثامنة، الساعة 7:30 اليوم، واذا في اي شيء احكوا معهم، واحنا بنحاول نوصل المعلومات اللي حكيتوها، من بينها انه ما يكونش في كويز في وقت المحاضره، من بينها انه ما حدش يعتدي على محاضره غيره، ونبهنا عليها كثير للاسف، في بعض الاخوه الزملاء بيعتدوا ممكن بظروف معينه بغير وقت المحاضره. رمضان كمان كريم جاي، بدنا نشوف اوقات تناسبكم اذا استطعنا. لحد الان الشيء الرسمي بانه محاضرات رمضانيه اوقاتها مختلفه، لكن الوضع مش، نحاول ان شاء الله في نعمل تعديل مناسب. Any other questions؟
للحكي لحكام محمود أبو راشد مشكورا. أي شيء آخر؟ أي سؤال؟ يا دكتور يعطي العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. في كويز بس اليوم سؤال عشان نعرف اليوم، ممكن هو مش اليوم، ممكن يكون بكرة يعني أو في الويكند. تمام بس دكتور ما يكونش السبت، عندي السبت كويز بلاش يتعارض معاه. خلاص ممكن يكون اليوم، معناته بين اليوم وبكرة. تمام لو بكرة عادي بصير بكرة، بكرة ممتاز. خلاص اتفقنا على بكرة إن شاء الله. هاي حطيت بكرة على أساس يكون بكرة بين الثلاثة والأربعة. تمام أوكي. دكتور يوم الاثنين، يوم الاثنين إيش المحاضرة راح تكون؟ نفس الموعد؟ مبدئيا نفس الموعد، بس أنا بودي لكم إيميل بخبركم إن شاء الله عن طريق الإيميل. شكرا دكتور. الله يعطيك العافية، إلى اللقاء.